لَهُ الْخُلْقُ
يخلق السماوات والأرض والطبيعة المعنى الرجل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة أنت لنزل عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الغيبة القوية التي ترتعن منها خرائص الأولياء من البرية ومن مسجده به تعثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعابد فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن الوجود أجمد في وجه الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عند